نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وسيد الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهكذا تتوالى الجلسات العلمية الهادئة التي تبث من هذه القاعة المباركة لأئمة وزارة الأوقاف وعلماء مصر والسيدات والسادة العلماء والواعظات الفضليات الذين مكن الله لهم في العلم. وهذه صورة طيبة لوزارة الأوقاف أن نجد من النساء الفضليات العالمات في شتى مناحي مصر، الجامعات، وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والتعليم العالي، والجامعات، والمعاهد العليا والمتوسطة، وشتى فروع أرض الكنانة. فهي بلد الأزهر الشريف، بلد الثقافة التي تبث الفكر الصحيح الوسطي في شتى أنحاء المعمورة. يسعدنا في هذه الجلسة الطيبة والتي هي بعنوان التجربة المصرية في تمكين المرأة، يسعدنا يعني أسماء السادة المنصة فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، السادة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في الهيئة العامة لقصور الثقافة، السادة الدكتورة نجلاء العدلي رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للمرأة، السادة الدكتورة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة وزارة التضامن الاجتماعي، السادة الدكتورة هند موسى عبد الرحمن الهلالي الأستاذ للطب جامعة عين شمس. يسعدنا أن نبتدئ الجلسة المباركة لفضيلة الشيخ خالد الجندي، فليتفضل. عشر دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أطيب الحديث أن نبدأ بذكر الله تبارك وتعالى وبتوحيده، ثم الصلاة على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السيد الأستاذ الدكتور سيف قزامل العلامة الكبير، السيدات الفضليات المشتركات معنا في هذه المحاضرة أو هذا اللقاء أو هذا التعليق السريع، السادة العلماء الذين شرفونا، والأخوات الواعظات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الحقيقة هذا الأمر الذي سنتحدث فيه يتعلق بشهادة أكثر منه محاضرة أو أكثر منه كلمة، لأن المولى تبارك وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، صدق الله العظيم. فنحن نتحدث عن تجربة شاهدناها وعشناها بالفعل، وهي تتعلق التجربة المصرية في تمكين المرأة،
وأنا أعتذر كثيرا إلى أن هذا الأمر قد تأخر كثيرا، لأن تمكين المرأة الحقيقة ليس من ابتكار الأنظمة أو ابتكار أوقات معينة، إنما هو في الحقيقة أمر أمر الله به في كتابه الكريم. الذي مكن المرأة أصلا هو الله، الذي مكن المرأة أصلا هو القرآن الكريم، الذي مكن المرأة أصلا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ليس تفضلا من أحد على المرأة بأي حال من الأحوال. أنت إذا نظرت إلى تمكين المرأة في القرآن تعجب إنه المرأة هي أصل المجتمع. يعني انظر إلى الكلمة التي اختارها الله عز وجل، أمتكم. ما معنى أمتكم؟ مجتمعكم، العدد الذي يعيش في بقعة ما، في زمن ما، في وقت ما، في مساحة ما. فلماذا سميت أمة؟ سميت أمة باسم الأم، يعني نسبة إلى المرأة. فتصور لما يختار المولى سبحانه وتعالى للمجتمع اسم امرأة أو إشارة إلى امرأة، فالمجتمع بطبيعة الحال يتكون من نساء ورجال، أم وأب. فنجد أن المولى تبارك وتعالى اختار الأم لتكون رمزا للمجتمع بأسره، فقال أمتكم. فكلمة أمة هي نسبة إلى المرأة. ليس هذا فقط، لم ينسب المجتمع للمرأة فقط، إنما أي لفظ يحتاج إلى ثلاثة مراحل، ثلاثة أقانيم، ثلاثة تطورات دلالية: الأصل والاستعمال والدلالة، الأصل والاستعمال والدلالة، الأصل والاستعمال والدلالة. أي لفظ في اللغة العربية لابد أن تبحث فيه تاريخا حتى تعرف المراحل التي يتطور بها ذلك اللفظ، وكيف وصل إلى ما وصل إليه في ثلاثة مراحل: الأصل والاستعمال والدلالة. فالكلمة من حيث الأصل كانت لمعنى، ثم استعملت في معنى، ثم أصبحت الدلالة فيها إلى معنى ثالث. يعني كلمة كفر كمثال، نأخذها كمثال للبحث. كفر الأصل فيها الستر والتغطية، كفر، لذلك الفلاح اسمه الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الفلاحين. ده من حيث الأصل. ثم استعملت بعد ذلك إلى الاختلاف الرأي، كفر برأيي يعني يختلف معي في الرأي، ليس أكثر من ذلك. بعد ذلك في المراحل الأخيرة أصبحت الدلالة إنكار وجود الله، كفر يعني أنكر وجود الله. فقلت هذا فلان كافر، يعني تقصد أنه ممكن، هذه في الدلالة الآن. فلذلك عندما تتحدث في أمر من الأمور يجب أن تبحث في الأصل ثم الاستعمال ثم الدلالة، تعرف القصة كلها من خلال المراحل التي تطور فيها اللفظ. فخذ مثلا الكلمة أمي، اختارها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده. وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فلماذا وصف النبي بأنه أمي؟ الأصل في الكلمة هذه أنها ترمز إلى العفة وإلى النقاء وإلى الصفاء وإلى الرقي وإلى الارتقاء وإلى العلو الأخلاقي. فإذا قلت فلان أمي في أصل الكلمة، وهو يسمى عند علماء اللغة بالرص، ره سين رص، يعني قاع البئر، كما قال القرآن وأصحاب الرص، أصحاب الرص أصحاب البئر العميقة. فكلمة الرص يعني أصل الكلمة من أسفل الأسفل، أو من آخر قاع البئر اللغوي. فالرص اللغوي لكلمة أمي يقصد به الفطري الذي ربي على تربية أمه، الذي ربي على تربية والدته التي أكرمته، التي ربته على القيم. إذن كانت تربية الأم هي رمز النقاء في المجتمع، رمز الصفاء في المجتمع، رمز النقاء ورمز الصفاء ورمز القيم الأخلاقية النبيلة الراقية العالية. ف
فإذا كانت الأم بالنسبة في القرآن واللغة العربية هي رمز كل شيء نقي بهي. بعد ذلك استعملت الكلمة لمعنى آخر، وهو الذي انعدمت عنده خبرات الحياة الخارجية، يعني اقتصر على بيئته واقتصر على وسطه، ثم بعد ذلك ارتقت أو الكلمة تدنت إلى معنى سيء وهو الجهل. فالدلالة للكلمة أمي الآن يعني الجاهل، وهذا كلام خاطئ، لأن أمي ليست معناها الجاهل إنما معناها الفطري، فلا بد أن نرجع اللفظة إلى أصلها. فعندما يقول القرآن عن النبي أنه أمي، يقصد به النبي الذي لم يتلوث، لم يتلون، لم يتغير، لم تتبدل أخلاقه، لم تسوء أخلاقه ولا مبادئه ولا قيمه إلى آخر هذه الأمور. إذن معنى ذلك نحن في حاجة إلى أن نفهم منزلة المرأة من خلال المنطوق القرآني أو اللفظ القرآني. المجتمع يسميه أمة، النبي يسميه النبي الأمي، فأي تمكين بعد ذلك، وأي تمكين أعظم من ذلك، وأي منزلة أعظم من ذلك. أكثر من ذلك أن القرآن الكريم في كل أمثلة النساء التي ذكرها معالي الوزير بالأمس، ستكتشف أن كل القيم الأخلاقية اختصرت في مثل قصصي أورده القرآن لامرأة من النساء. فيضرب المثل بالصدق بامرأة فرعون وبالثبات بامرأة فرعون، يضرب المثل مثلا بالصبر والتسليم والانقياد لله بأم موسى، يضرب المثل بالحنكة بأخت موسى، يضرب المثل بأمثلة كثيرة جدا. لا أريد أن يعني أخرج عن موضوع اللقاء، لكن الحقيقة الذي لفت نظري هو أن الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، الحقيقة قامت بما يسمى بثورة إعادة كيان، أو ثورة إعادة وعي، أو ثورة إعادة كرامة، أو ثورة إعادة اعتبار للمرأة التي كانت اختطفت منها في أزمنة سابقة. وهذا ما نراه جليا من مظاهر تمكين المرأة. وأنا الحقيقة حتى لا أطيل على سيادتكم، هناك أمثلة كثيرة لهذا التمكين سأتركها للسادة الحاضرين، إنما يعني يسعدني أن أقف عند مشهد أنا شاهد عيان علي. الحقيقة مصر كانت لديها تجربة مؤلمة للغاية في محاولة اختطاف الوطن، ومن قبلها محاولة اختطاف الدين، حاولوا اختطاف الدين أو التدين المصري بأي طريقة كانت. فكانت المشاهد المرئية تدل على أن الخطاب الديني أصابه عطب ما، وأن هناك المنابر أصابتها هزة ما، وأن هناك أمر ما يستدعي أن نقف عنده وأن نتأمل فيه. أين الخطاب الديني المصري الوسط الأشعار المعروف؟ الحقيقة ضاع في غيابة أو اهتز أو حوصر، هقول حوصر، في غيابة بعض الأصوات الآتية من الخارج المدعومة دعما لا نظير له. فكانت النتيجة كانت المعركة غير متكافئة، فوجدنا إنه الأصوات الدينية اختفت من الأذان، والأذان حتى طريقة الأذان، حتى طريقة تلاوة القرآن، حتى طريقة الذكر والتسبيح، حتى المظهر العام للمصري المعروف، حتى الشكل الهوية، الهوية المصرية، الايدنتيتي المصرية التي نعرفها جيدا، شيء مؤلم وشيء عجيب وشيء غريب. أين الهوية المصرية المسلمة الوسطية التي قادت العالم والتي تسببت في انتشار الإسلام في العالم كله؟ هذا الكلام أصيب بهزة شديدة وعنيفة، حتى جاء فرج الله تبارك وتعالى واستعدنا في 30 يونيو ما تم هدمه من قبل، أو ما تم هدمه من قبل، وكانت الإيجابيات كثيرة لا حصر لها. من ضمن هذه الإيجابيات الهامة التي يجب أن نلتفت إليها هي المرأة واستعادة هذا الدور العظيم الذي يعني أنيط به. وكانت المظاهر عديدة، إنما كانت هناك مشكلة حقيقية سوف أحدثكم عنها. المشكلة إن جماعات الشر متلونة ومتغيرة، ولديها أساليب في منتهى الخبث والدهاء،
يعني في دقيقة يا الشيخ الله حاضر. تمكين المرأة عشان دقيقة الآن عشان الأم دي أنا ناخد دقيقتين كمان يعني حاضر. شكرا دكتور سيف تصدق علي بدقيقة أخرى أصبحت دقيقتنا. شكرا. باختصار الحقيقة كانت عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي أنه أدخلوا سيدات في صورة واعظات على الأسرة المصرية والسيدات دخلت البيوت واختلطت بالنساء باختصار شديد والحقيقة أفسدت بعقائد غريبة الأفكار المصرية أو الأفكار الإسلامية الوسطية الصحيحة وإحنا معرفناش الحقيقة كيف نتصرف لأن التعامل مع النساء من الرجال في حساسية شديدة لا تسمح بها الظروف التي يعلمها الجميع فأصبحت المسألة الأمة في أزمة الأمة في أزمة الأسر أصبحت فيها كوميونات مجموعات دعوية خفية غامضة لا نعرف عنها شيء وأصبحت الأمهات اللواتي تأثرن بفكر السيدات اللواتي أتينا من الخارج أصبح التأثير شنيع والتأثير شديد فكانت المصيبة كبيرة وبدأت تكبر الأزمة ولا نعرف كيف نتصرف إلى أن هدى الله عز وجل القيادة السياسية والمسؤولين عن الأوقاف وزارة الأوقاف إلى ابتكار هذا المبتكر المنتج العظيم وهو الواعظات اللواتي انتشرنا داخل الأسرة مرة ثانية واستعدنا الريادة قمنا بحل مشكلة والله كانت ستطيح بكل شيء فقامت هذه الواعظات بالسيطرة على دمام الأفكار داخل الأسرة المصرية وكانت تجربة لها ما بعدها وتعددت أدوار الواعظات بالمساجد وحتى استفادت منها دول مجاورة وأصبحت الواعظات وهن يحملن أعلى الدرجات والشهادات العلمية هن الدعامة الحقيقية لنشر الفكر الوسطي الإسلامي الصحيح في جميع أنحاء البلاد فالحمد لله تم القضاء تقريبا على كل الجيوب السرية الغامضة التي كانت تنتج التي كانت ناتجة وناشئة عن هذه الاتصالات الغامضة التي تقوم بها بعض السيدات من غير البلاد بأفكارهن الغريبة فتصدت الواعظات لهن وقمنا بفضل الله عز وجل بنشر القرآن والثقافة الإسلامية وتربية الناس والسيطرة على مقاليد الأسرة والاتصال المباشر مع المرأة تجربة الواعظات هي تجربة استعادة وطن واستعادة الدعوة لله تبارك وتعالى على بصيرة شكر الله لكم حسن استماعكم وأرجو أن أكون قد وفقت شكر موصول لفضل الشيخ خالد الجندي على هذه الطروحة الطيبة التي بيّن فيها ما كان قبل هذه يعني التنظيمات الدستورية والتقنينات الجديدة التي أعطت المرأة حقها ومكنت مكانتها في الدستور في القانون وفي شتى مناحي الحياة والحمد لله وهذا يتضح أيضا من جهد السيدات الأفاضل الأستاذة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة بقصور الثقافة تدلي بدلوها تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه في البداية أود أن أشكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ولمؤتمر المهم جدا الخاص بدور المرأة في الوعي واسمحوا لي أن أنقل لسادتكم تقدير واحترام وتحيات معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هني ورقة العمل الخاصة بي بتتكلم عن التجربة المصرية في تمكين المرأة المصرية ووزارة الثقافة كنموذج في البداية احنا في الورقة اتكلمنا عن رؤية مصر 2030 ودور المرأة فيها وازاي ان الدولة اخذت على عاتقها النهوض بالمرأة المصرية في كافة ربوع الجمهورية
وبكافة النواحي، وتمكينها ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، ووضع منظومة من السياسات والتشريعات لحماية المرأة وحمايتها من كافة التحديات اللي بتقابلها. واتكلمنا برضو في الورق عن الدستور المصري وعن قيم العدالة والمساواة والتكافؤ والفرص، واشتملت وكلمنا عن اللي ما يشتمل الدستور المصري من مواد دستور ضمان حقوق المرأة. وفي الورقة برضو اتكلمنا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وده اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة، كان لنا شرف ان احنا نكون من ضمن الفاعلين فيه. واتكلمنا عن محاوره الأربعة اللي هو التمكين السياسي والقادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي والحماية، وكان لنا شرف ان وزارة الثقافة كانت من ضمن المحاور كانت متقاطعة مع جميع المحاور في العمل. وبنتكلم بعد كده عن دور العديد من الهيئات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الثقافة، بما تقوم به من دور تنويري في المجتمع للارتقاء بالوعي الثقافي للمرأة من خلال خدماتها وأنشطتها المتنوعة. والورقة دي هنقدم فيها بعض جهود وزارة الثقافة الخاصة بتمكين المرأة المصرية، سواء كان التمكين دوت مع اللي خاص بالسادة الزملاء والزميلات بالوزارة، أو التمكين خاص بالجمهور في جميع مصر. وبنتكلم فيه عن إطار يعني سبل التعاون مع الوزارات المعنية والأزهر الشريف الخاص ب يعني الحوار الديني الوسطي والفكر الوسطي والإسلامي الصحيح واللي يخص المرأة. يعني على سبيل المثال احنا بنتكلم عن وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف، لأن كان بيننا وبعض برنامج كبير يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء عمل الحكومة ورؤية الوزارتين، بتضمن عدد من المحاضرات والندوات واللقاءات اللي بتتنفذ في قصور الثقافة، وكانت فيها يعني تشجيع ثقافة قبول الآخر، تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وإبراز دورها في نهضة المجتمع والدفاع عن ثوابته وعن القيم الأخلاقية اللي تخص المرأة، وكيفية المرأة تربي أولادها بشكل إيجابي وفقا للدين الإسلامي. بلغ عدد الأنشطة في عام 2023 فقط 1012 نشاط بيننا وبين وزارة الأوقاف. أما بالنسبة للأزهر الشريف، فإحنا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف وبين وزارة الثقافة وبين جامعة الأزهر بالأزهر الشريف لتفعيل منهجية الدولة لبناء الإنسان المصري. والبروتوكول بيشمل جوانب عديدة، من أهمها أو اللي إحنا مهتمين بيه في الورقة هنا اللي هو التعاون في تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بالمناطق الحدودية للمرأة المصرية والأماكن أكثر احتياجاً، مع تنفيذ خطة لاكتشاف الموهوبين والواعدين بالإبداع في المجالات المتنوعة ودعمهم ورعايتهم من أبناء جامعة الأزهر ومن أبناء مصر بشكل عام. كما تم بعض الاستعانة ببعض القيادات عندنا في وزارة الثقافة في تحكيم بعض المسابقات الخاصة بالأزهر، زي مسابقة بنت الأزهر الوافدة وغيرها من المسابقات اللي بتهتم بغرس القيم التي تعلي من شأن المرأة وتوضيح أهم حقوقها لتكون سفيرة من للأزهر في بلادها وتعلم مسالتها مسيلاتها من ما تعلمته في الأزهر الشريف من رسائل الأزهر الوسطية. لو اتكلمنا عن وزارة الثقافة الباور بوينت، بس سمحت ممكن تتحرك معي يعني بعد إذن حضرتك. لو اتكلمنا عن دعم وتمكين المرأة في وزارة الثقافة، فزي ما قلت قبل كده احنا عندنا محور لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية لرؤية مصر 2030، من حيث إتاحة الخدمات الثقافية والفنية والأدبية وغيرها لجميع النساء في الريف والحضر والمناطق النائية والمجتمعات العمرانية. والمجتمعات العمرانية بنقصد بيها المدن الأمنة بديل العشوائيات، والاهتمام بوصول الخدمات الثقافية للفئات الأولى بالرعاية زي ذوي الإعاقة والمسنات والسجينات وغيرهم من السيدات. بنرعى يعني واحنا بنعمل البرامج بنرعى في تصميمها ان احنا بنبص على المشروعات والمبادرات الموجهة للمرأة
ضرورة الاهتمام بمواد الخصوصية والتنوع الثقافي والفئة العمرية بالإضافة إلى المتابعة والتقييم المستمر للبرامج الخاصة بي. رحب بمعالي الوزير، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. لو جينا استعرضنا بعض الجهود الخاصة بالوزارة في تمكين المرأة المصرية، احنا عندنا مستويين، مستوى خاص بتمكين المرأة داخل الوزارة، ومستوى خاص بتمكين المرأة في تقديم الخدمات الثقافية للفتيات في كافة ربوع الجمهورية كفئات مستهدفة. لو كلمنا بشكل سريع عن الوزارة، فاحنا بنعمل توفير برامج لبناء قدرات العاملات بالوزارة في مختلف المجالات ورفع كفاءتهم. عندنا في الوزارة المرأة بتتقلد أعلى المناصب الرفيعة والعالية وفقا لقدرتها وكفاءتها وتميزها، بالإضافة إلى تقلد بعض الزميلات من ذوي الإعاقة لمناصب قيادية. إحنا بنعمل احتفاء بالمبدعات والمتميزات في الوزارة وتكريمهن في احتفاليات متنوعة دعما وتشجيعا لهن، بتوفير بيئة عمل داعمة لهن خالية من العنف والتمييز. بنعمل برنامج للتحول الوظيفي للزميلات اللي هي بتبقى عندها قدرات إبداعية وهي إدارية، فبنديها الفرصة أنها تاخد بعض التدريبات أنها تتحول للمبدعة إلى جانب عملها الإداري، ومن هنا احنا بنفتح لها مجال للعمل الإبداعي بالفن بالوزارة ومساعدتها على تنمية قدرتها الإبداعية. ياريت بعض الأمثلة كفاية دقيقة كده الله يخليك، بعض الأمثلة بس عشان سريعا. احنا عندنا في تقديم الخدمات الثقافية للفئات متنوعة عندنا للمرأة، احنا بنبدأ من سن الطفولة والفتيات والسيدات. عندنا مجموعة من الأنشطة ومجموعة من المحاور. بشكل سريع كده احنا هنتكلم عن المحور التمكين الاجتماعي للمرأة، واحنا بنتكلم عن مجموعة من الملتقيات الخاصة بالفتيات، سواء كان الفتيات دول في المناطق الريفية أو في الحضر أو الفتيات على مستوى المناطق الحدودية. وعندنا مشروع مهم اسمه مشروع أهل مصر للفتيات وملتقيات المرأة الريفية، إلى جانب بعض البرامج الداعمة اللي هي الدعم النفسي للمرأة والعلاج بالفن، ومجموعة من المسابقات البحثية والثقافية والفنية لدعم المرأة ولدعم الأسرة المصرية. في بالنسبة للمحور الثاني، فإحنا بنتكلم عن دعم اكتشاف المواهب المتنوعة لدى المرأة وتنميتها ورعايتها. والوزارة جعلت لها محورين، محور خاص بتعزيز القيم الداعمة للإبداع المرأة والعمل على تعديل الموروث الثقافي السلبي والصور النمطية التي تحول دون ذلك. والجزء الثاني اللي هو تنمية ورعاية واكتشاف المبدعات واستمرارية الرعاية. عندنا في محور التمكين الاقتصادي، فعندنا احنا بنشتغل مع الفتيات من التمكين الاقتصادي اللي هي خاص بالفتيات، بنديهم برامج خاصة بالحرف التراثية والتقليدية وخاصة بالشمول المالي وريادة الأعمال وكيفية تسوق أعمالها. ده نوع من أنواع التمكين الاقتصادي ليهم. وكمان بنأكد على فكرة المشروعات الصغيرة صديقة البيئة. بنتكلم عن المحور السياسي، فاحنا بنتكلم عن المرأة في المحور السياسي. احنا محور توعية، يعني احنا بنوعي المرأة بدورها السياسي وبنعمل على دعمها في انها تتولى المناصب القيادية وازاي تقدر تكتشف نفسها وتوصل بنفسها انها توصل لهذه المناصب. شكرا يا دكتورة، يعني واضح جدا الدور. طيب شكرا. في الاخر احب اشكر معالي الوزير على هذا المؤتمر المهم، يعني الحمد لله. بشكر جميع القائمين على المؤتمر، وحفظ الله مصر وقائدها وشعبها، حفظنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا دكتور. الشكر للأستاذة دكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة بقصور الثقافة. وفي الحقيقة يعني قصور الثقافة جناح هام في وزارة الثقافة، ونحن يعني رابطة خليج الأزهر المنظمة العالمية، ده نشاط في شتى المحافظات، وأي محافظة زرناها في قوافل كنا نلتقي فعلا في قصور الثقافة بشتى الفئات فعلا. وله يعني هذه القصور لها دور طيب فعلا
في نشر الفكر الوسطي المعتدل مع الأزهر ومع الأوقاف. شكرا دكتورة حنان. ننتقل الآن إلى الأستاذة الدكتورة نجلاء العدلي رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للمرأة. شكرا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ الدكتور سيف رجب قرامل عميد كلية الشريعة سابقا، والسيد الدكتور والشيخ الجليل خالد الجندي، أصحاب المعالي الحضور الكريم. قبل أن أبدأ في إلقاء كلماتي أود إن حضراتكم تسمحوا لي أتكلم باللغة العامية المصرية وليس في اللغة العربية الفصحى، يمكن نتيجة عدم قدرتي الكافية إن أنا أقول لغة عربية صحيحة، بالرغم من إن اللغة العربية هي يعني اللغة المفروض إنها لغة القرآن الكريم، وإحنا طبعا يعني ندرك ذلك، لكن هو هيكون صعب علي. سيادة الوزير، أنا الحقيقة بأمثل المجلس القومي للمرأة، وأحب أقول إن المؤتمر ده يعتبر أول مؤتمر تشهده مصر بيهتم بشخصيات مميزة اللي هي الواعظات في وزارة الأوقاف، وده يمكن الحقيقة نموذج نتمنى أن تقتضي به الدولة المصرية وجميع الجهات والوزارات في مصر، لأن في قطاعات موجود فيها حقيقة رائدات زي رائدات الريفيات والصحيات وغيرها، فيعني لو كل وزارة اهتمت بالمجموعة النساء القيادات فيها فهذا هيكون بالنسبة لنا شرف كبير لمصر. يعني هبتدي كلمتي علشان أغطي جزء بسيط من البحث اللي أنا قدمته للمؤتمر. الحقيقة البحث كان بيتناول إيه اللي تم من مجهودات الدولة المصرية قامت بيها والمرأة المصرية وصلت لأني مكانة وإيه الإنجازات. طبعا أنا الوقت مش هيسعني إن أنا أغطي كل الإنجازات، لكن أحب أقول لكم إن الحمد لله مصر فعلا نجحت إن هي توصل بفخر لمستويات في النهوض وتمكين المرأة المصرية بتناهض الدول العالم. على مدار عام كامل حظيت المرأة المصرية بإرادة سياسية وثقت في قدرة المرأة المصرية وأرست أسسا قوية لتسريع وتيرة تمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي أصبح هذا التمكين جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية وصولا لبناء الجمهورية الجديدة. يعتبر التقدم الإيجابي في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مصر بيقف خلفه إرادة سياسية قوية لإعمال الحقوق الدستورية للمرأة، والتي تم ترجمتها فيما بعد إلى استراتيجيات وبرامج بتنفذها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وجاء زخم ومساحة مكنت جميع الأطراف المعنية سواء من رجال الدين والواعظات والشباب والمؤسسات الأكاديمية والمشرعين والرائدات الريفيات وغيرهم من الدعوة والالتزام بتمكين النساء والفتيات على العديد من المستويات. سادة الحضور، جاء الدستور عام 2014 ليرسي قيم العدالة والمساواة، فهناك أكثر من 20 مادة في الدستور تكفل حقوق المرأة في كافة المجالات وخاصة شغل المناصب القيادية في الحياة العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات والسلطات القضائية دون تمييز. كما حدد الدستور أيضا نسبة سواء في البرلمان وهي 25% أو في مجلس الشيوخ 10% والمجالس المحلية القادمة 25%. المجلس القومي للمرأة أنشئ عام 2000 وهو أنشئ كآلية مستقلة معنية بالنهوض بالمرأة المصرية، والحقيقة كان يمكن عام 2000 لو شفنا بقية دول العالم إحنا نعتبر يعني اتأخرنا شوية في إنشاء مجلس مستقل للنهوض وتمكين المرأة، لكن الحقيقة كان المجلس منذ إنشائه في عام 2000
يعتبر آلية وطنية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وفي قانون صدر عام 2018 لينظم عمله، وبالتالي القانون ده كان أهميته إنه يكون المجلس كآلية وطنية مصرية ثابتة بيحكمها القانون وغير قابل للتغيير. ويمكن ده يرجعني لنقطة أشار إليها سيادنا الشيخ الجليل، نقطة إن في فترة من الفترات كان المجلس القومي للمرأة مهدد بإنه يتم إلغائه لأنه ما كانش فيه قاعدة أساسية قوية بتسنده اللي هي قانون، وعشان كده إحنا كنا نجحنا في إن يبقى فيه قانون للمجلس عام 2018، وطبعاً ده بدعم من القيادة السياسية العليا. المجلس كان أهم أهدافه إنه يرسخ الاعتراف والإقرار بالقيمة الأساسية لحقوق المرأة المصرية التي كفلها الدستور، وتفعيل وضمان توافر واحترام وحماية هذه الحقوق على أرض الواقع مع مراعاة المبادئ التضامنية للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز والحماية والتمكين. في عام 2017 كما أشارت زميلتي الدكتور حنان، جاءت مصر كأول دولة على مستوى العالم يكون لديها وتطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وفي ذات العام وجه فخامة رئيس الجمهورية وجه الحكومة المصرية باعتماد كافة محتويات الاستراتيجية واعتبارها دليل لخارطة طريق لكل الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة. خلال عامين متتاليين أطلق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 مبادرات وطنية من أجل دعم المرأة المصرية، حيث تمتعت المرأة المصرية خلال هذين العامين بحزمة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية العادلة والشمول المالي وضمان حياة كريمة وسكن لائق والحفاظ على صحة المرأة وتوفير الآليات لحمايتها من العنف والممارسات الضارة. صدر 50 تكليف رئاسي و26 قانون وتعديل تشريعي لتمكين المرأة، وتم تحقيق مطالب بالمساواة ووصول المرأة لكافة المناصب دون تمييز، وتعزيز لقدرات المرأة القيادية من خلال التدريب. في عام 2020 شهد دخول منظمة تنمية المرأة حيز التنفيذ، وتم تفعيل عملها وهي منظمة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وهي آلية للمرأة داخل المنظمة وتضم 19 دولة عضو وتستضيفها القاهرة جمهورية مصر العربية. لأول مرة قام المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنائس الثلاثة بتشكيل مجموعة من 422 من القيادات الدينية النسائية تحت شعار معا لخدمة وطننا. القيادات النسائية الحقيقة تعاونت بشكل وثيق، كان هدفها زيادة وعي المرأة من خلال تنظيم اجتماعات ورش عمل وزيارات اللي هي طرق الأبواب. وأعتقد الجلسة اللي جاية زميلتي أستاذ إزيز هتشرح بالتفصيل الدور اللي قام به المجلس مع الواعظات. أيضا من خلال مشروع تنمية الأسرة المصرية، المجلس القومي للمرأة تعاون مع القيادات الدينية من الرجال لزيادة الوعي داخل مجتمعاتهم والمشاركة في حملات التوعية، وكان الحملات اسمها الدوار. السادة الحضور، عظيمات مصر يتمتعن الآن بعصر ذهبي، فتقلدنا مناصب غير مسبوقة، فلأول مرة على سبيل المثال في مصر يتم تعيين مستشارة لرئيس المصري لشؤون الأمن القومي بعد 75 عام من الانتظار. يسمح مجلس الدولة للنساء للتقدم لشغل المناصب والتعيين على قدم المساواة مع الرجل، وبالتالي جلست المرأة كقاضية دكتورة على منصة القضاء. البحث طيب، وفي طب أقول بس في الجزء الأخير واحدة كفاية الله يخليك. أنا عديت الوقت، طب خلاص
هي طب هقول بشكل سريع اهم المناصب. انا مش هتكلم على الاحصائيات او مكانة مصر على مستوى العالم، بس هقول مثلا في مصر عندنا منصب المحافظ كانت اول مره سيده ترأسه، في امراه قاضيه نائبه للمحكمه الدستوريه العليا، في وكيله لمجلس الشيوخ، مساعده لوزير العدل في شؤون المراه والطفل، كانت اول مره يبقى في فريق للاطفاء نسائي. الوزارة الأوقاف عينت سيدة على رئاسة الإدارة المركزية للشؤون الفنية في الوزارة. في حاجة كمان مهمة جدا، إن وزارة الداخلية أخيرا جعلت النساء يشاركنا في القوات الخاصة، فبالتالي اشتركنا في تدريبات قتالية للتعامل مع جميع الأهداف وغيرها. شكرا يا فندم وأسفل الإطار. خالص شكر للأستاذة الدكتورة نجلاء العدلي رئيس الإدارة المركزية مجلس القوى المرأة على هذا البيان الواضح. وفعلا يعني بيانت أشارت إلى الدستور والمواد التي نفذت بعد ذلك في القانون، وإحدى هذه المواد خاصة بالمرأة. هذا يدل على أهمية تمكين المرأة في شتى نواحي الحياة مساواة للرجل. ولا شك أن الواقع العملي كما أظهرته سيدة الدكتورة فعلا أن الجهات السيادية القضاء وشتى الجهات فيها يعني سيدات فضليات يعني تباشر مهامها كرجل تماما، وهذا يبشر بالخير طالما أن الكفاءة موجودة والشروط توفرت في خريجة الجامعة. ولا مانع أن تأخذ يعني حقها وأن يعني تدلي بدلوها في نهضة الأمة، في نهضة الوطن إن شاء الله. نشكر السادة الدكتورة، وننتقل إلى السادة الدكتورة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي. شكرا يا فندم. معالي الوزير السادة الحضور، المنصة الكرام، بالنسبة للورقة البحثية اللي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي تناولت جهود وخدمات الوزارة في التمكين المرأة، تناولت المحاور المختلفة الخاصة بالتمكين السياسي، التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. ونظرا لأن الورقة موجودة، الورقة البحثية ضمن أوراق المؤتمر وهتبقى مفصلة أو فيها جميع البيانات، إحنا هنركز النهاردة على الجزء الخاص بخدمات وزارة التضامن الاجتماعي في مجال تمكين المرأة بالنسبة للجانب الاجتماعي أو المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي. محاور عمل الوزارة بتقوم على ثلاث محاور أساسية، وهي الحماية والرعاية والتنمية. بتقدم الخدمات لكافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة بالنسبة للمرأة. عندنا إدارة مركزية معنية بشؤون الأسرة والمرأة، إدارة عامة خاصة بالمرأة معنية بشؤون المرأة، إدارة للتمكين الاقتصادي، ووحدة لتكافؤ الفرص لتعزيز المساواة بين الجنسين. ده موجود في الوزارة في الهيكل الوزارة. لو بدأنا بتكوين الأسرة يبقى لازم نبدأ بالشباب ونتكلم على الندوات التوعية والورش العمل اللي بتقدم من خلال البرنامج الرئاسي مودة الذي أطلق للحفاظ على كيان الأسرة المصرية لتوعية الشباب المقبلين على الزواج والمخطوبين وحديثي الزواج، وذلك للحد من المشكلات الأسرية والإرشاد الأسري. وفي منصة مودة، ودي موجود عليها أكثر من 4 مليون بيدخلوا على المنصة وبيقدم ليهم كافة الاستشارات والتوعية طبعا من خلال الفيديوهات المعروضة. وتم إطلاق مؤخرا تطبيق اسأل مودة، برضو في مجموعة من الخبراء، أي حد من الشباب بيحب يستفسر عن أي حاجة في مجموعة من الخبراء المتخصصين يقدروا يردوا عليه. النقطة اللي بعد كده بنتكلم على برنامج الألف يوم الأولى. الألف يوم الأولى وهي للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل، بيتم التوعية من خلال لتحسين الوضع التغذوي للأم والجنين وبعد الولادة بالنسبة للمرضعات، وذلك لتعزيز النمو البدني والإدراكي للأطفال. هننتقل للنقطة اللي بعد كده فيما يخص الحضانات. يمكن احنا واخدين ترتيب بناء الأسرة من البداية. الحضانات، بالنسبة للحضانات
عندنا الحضانات في المرحلة العمرية من يوم حتى 4 سنوات، عندنا 27,000 حضانة تعمل وفق معايير جودة الحضانات بما يسمح للمرأة للخروج لسوق العمل. في البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بيعمل على تطوير الحضانات، تطوير معايير جودة، تدريب الكوادر اللي تؤهل لتعليم الأطفال من ميسرات ومشرفات، وتوعية لأولياء الأمور. وبإذن الله في المنهج الموحد هيتم إطلاقه قريبا إن شاء الله، ويتم تدريب المشرفات والميسرات وجميع العاملين في الجهاز الوظيفي على هذا المنهج لتعميمه على مستوى المحافظات. النقطة اللي بعد كده برنامج التربية الإيجابية، وده برنامج وطني نشأ للتوعية مع عدد الوزارات، مع عدد من الوزارات، بالاشتراك مع عدد من الوزارات لتدريب مشرفات الحضانات وأولياء الأمور لرفع الوعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية لبناء علاقات صحية وقوية بين الأطفال وأبائهم، وتمكين أولياء الأمور لتقديم أفضل رعاية لأطفالهم، ومن ضمنها طبعا اكتشاف مبكر للإعاقة. برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج للدعم النقدي، ويمكن معالي الوزيرة امبارح أشارت أن أكثر من 74% منها بتقدم خدمات للسيدات. والاهتمام بالمرأة، هو البرنامج بيهتم بالمرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها وتخصيصها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها، تأكيدا لتعظيم الشعور الإيجابي بحقوقها الاقتصادية وحقها في اتخاذ القرارات للأطفال وللأسرة. تسهيل صرف النفقة، وده بيتم من خلال بنك ناصر الاجتماعي، من خلال إنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتها. مشروع تمويل المرأة المصرية مسطورة، وده موجود في بنك ناصر الاجتماعي، بيساعد في تمويل مشروعات متناهية الصغر، أنواع مشروعات مختلفة سواء كانت تجارية أو مشروع تجاري أو مشروع حيواني أو مشروع خدمي. بالنسبة للجزء بتاع التمكين الاقتصادي والإقراض من خلال المشروعات الإنتاجية، الوزارة لديها العديد من الخدمات في موضوع التمكين الاقتصادي، مشروعات تنمية المرأة الريفية، وده موجود على مستوى محافظات الجمهورية، بينقسم لشقين، شق تنموي وشق اقتصادي. الشق التنموي يتمثل في مراكز التدريب، مراكز التدريب بتدرب المرأة على كيفية إدارة المشروعات وإعداد دراسة الجدوى. الشق الاقتصادي، وهو أنها بتدي للمرأة، بتمنحها مشروع بيسدد على أقساط ميسرة، يعني مش بندي فلوس، بندي مشروع. الحاجة الثانية مشروعات الأسر المنتجة، وبيعمل على مساعدة المرأة في المشاركة بالمعارض الدائمة والمعارض الموسمية، وأعتقد حضراتكم معرض ديارنا وتراثنا موجود حاليا. دكتورة منى الله يخليكي فاضل قربت خلاص. برنامج فرصة برضو خاص بالتمكين الاقتصادي، لو هتكلم برضو أنا عايزة برضو نقول إن إحنا بنوفر الفرصة لخروج المرأة لسوق العمل من خلال الحضانات ومن خلال مراكز خدمة المرأة العاملة. مراكز خدمة المرأة العاملة فيها الخدمات اللي بتقدم، فيها وحدات خاصة بالوجبات الجاهزة، الغسل والكي، معونات المنازل والملابس الجاهزة. الوحدات دي بتساعد المرأة للخروج للعمل لتوفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسؤولياتها كمرأة عاملة تجاه أسرتها وعملها. مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية برضو للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. عندنا برضو نقطة مهمة جدا، معلش يا فضلتك بس أكمل النقطة دي، مراكز استضافة وتوجيه المرأة، ودي لحماية المرأة المعنفة والمعرضة للعنف، بتشمل إقامة المرأة أو الفتاة اللي بتتعرض للعنف، الاستشارات، استخراج الأوراق الثبوتية، تمكين اقتصادي من خلال المراكز، الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والتمكين أو تأهيل المرأة للخروج لسوق العمل. عندنا 13 مركز في 12 محافظة. وهختتم برضو بمركز ضحايا للضرب البشري، وهو مركز واحد بس موجود في محافظة القليوبية. النقطة الأخيرة اللي هي الرائدات الاجتماعيات، لازم أنوه عنها بعد إذن حضرتك. عندنا 15,000 رائدة اجتماعية، كل رائدة ليها 200 أسرة مسؤولة عنها في جميع المحافظات، من خلال بتدرب الرائدة وبنأهلها أن هي تتعامل مع الأسر، بتوعيهم بالقضايا المجتمعية اللي بتطلب منها أن هي توعي بيها.
فاحنا عندنا قضايا مجتمعية خاصة ببرنامج الوعي المجتمعي، خاصة بالأمية، خاصة بالهجرة غير الشرعية، خاصة بختان الإناث للزواج المبكر، المواطنة، عدد كبير من 13 رسالة، وحماية الأطفال من العمل اللي هي لعمل الأطفال. وإحنا عندنا إدارة في الوزارة موجودة عندنا خاصة بعمل مكافحة عمل الأطفال. حضرتك شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة وزارة الاقتصاد الاجتماعي. لا شك أنها إضافة طيبة وتوضيح طيب لهذه المهام لجميع الإدارات، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة لقد رأينا الوزارة المشكور، وأيضا يعني رأينا وزارة الثقافة تمثل ذلك أيضا في قصور الثقافة. نأتي إلى الختام لسعادة الأستاذة الدكتورة هند محمد عبد الرحمن الهلالي الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس والمسؤول عن جانب الثقافي المهم في تمكين المرأة أيضا. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا يعني أشرف أن أنا موجودة وسط هذه القامات. بشكر سيادة الوزير على أول يعني مؤتمر يقام تحت رعاية حضرتك والشؤون الإسلامية، مجلس الشؤون الإسلامية بيختص بشؤون المرأة. يمكن النهاردة أنا باجي أمثل وزارة التعليم العالي. بشكر سيادة الوزير لترشيحه ليا، طبعا رئيس الجامعة لدعمه التام لوحدة تسمى بوحدة دعم المرأة ونهضة العنف. يمكن كثير من الحاضرين أعتقد لا يعلموا أن في كيان موجود في الجامعات المصرية الغرض الأساسي منه هو دعم المرأة بجميع أطيافها داخل الجامعة من طالبات وموظفات وعضوات هيئة التدريس. تسمح لي بس الداتا شو مش بتتحرك من فضلك. مش بيتحرك. يمكن الفكرة جت في الأول خالص، احنا من أول جامعة مصرية تبنت وجود بيئة تعليمية آمنة من حل كل امرأة داخل الجامعة ان هي تكون حسب أمان عشان تنتج، سواء كانت طالبة هتتعلم، موظفة هتنتج شغلها، أو عضوة التدريس هتلقي محاضراتها. 2016 كان وعي جامعة عين شمس كأول جامعة تتبنى هذا المشروع بالتعاون مع الأمم المتحدة للسكان أن يبقى فيه وحدة بهذا المسمى، وكان من أوائل الجامعات وكان مكان صغير جدا. ثم بعد ذلك بدعم من الدولة القيادة السياسية برئاسة الجمهورية السيد رئيس الجمهورية بوجود ما يسمى مجلس القومي المرأة، دعمنا في أن احنا نزود استراتيجيتنا عشان نحقق ونعمل مواءمة. الأول محور أنا ذكرته فرقة البحث، هل الوحدات الجامعية هي دورها من أحد المحاور اللي ممكن تنفذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة داخل الحرم الجامعي؟ أيوة. إحنا في 2018 بدعم من المجلس القومي المرأة تبنينا أحد أو معظم الاستراتيجيات الخاصة باستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة زي الحماية، ودي يمكن من أول ما بدأنا هي الاستراتيجية موجودة، ولكن طورنا فيها في آلية العمل والدليل الإجرائي زي نوائم قانون تنظيم الجامعات عشان نعمل مظلة حماية لأي من صور التنمر أو التميز في بيئة العمل أو البيئة التعليمية. وكان هذا الإجراء القانوني بيشتمل على تقرير فني يصعد مباشرة للرئيس أو رئيس الجامعة عين شمس عشان يتخذ قرار حاسم ضد من ثبت عليه من لجنة استشارية علم الاجتماع، علم النفس، الطب الشرعي والقانونيين، ممثلة في عميد الكلية وممثل من الطلاب. يمكن كمان ذوي الإعاقة خدوا فرصة كبيرة معانا من تكافؤ الفرص ودمجناهم سواء كان في الأنشطة أو في الدعم أو تنمية القدرات، وشاركناهم في الأنشطة الطلابية والمعارض الفنية. استراتيجية التمكين وتنمية القدرات كم الاستراتيجيات اللي دخلناها من 2018 بعد إجراء البروتوكول مع المجلس القومي مرأة ودعم من قيادة الجامعة، ويمكن احنا استهدفنا بها كل محاور التمكين الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، تكافؤ الفرص والحماية. يمكن التنمية القدرات عشان خاطر البيئة التعليمية أو جامعات بوجه عام هي مكان اللي بيفرز الإنسان ليقود المجتمع، فجزء أساسي من بناء الإنسان المصري ليقود المجتمع هو بيتكون كإرادة وكوعي في داخل الحرم الجامعي.
فتنمية قدرات المرأة أو البنت سواء كانت طالبة أو موظفة أو عضوة التدريس هيساهم في بناء المجتمع، زي القدرات النفسية، زي الدفاع عن النفس، زي إزاي تتعامل مع ضغوط الحياة، إزاي تتعامل مع شريك الحياة، إزاي يبقى عندها ذكاء وجداني عشان تقدر تبدع في مكانها، ما تعملش خلافات مع زوجها، مع شريك العمل، مع زميلها في 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 البيئة التعليمية. علمناهم كمان مشروعات صغيرة تساعدهم على التنمية الاقتصادية، يعني البنت أو الموظفة ممكن تتعلم يعني إيه زراعة الأسطح، وهذه المشاريع مشاريع صديقة للبيئة. يعني إحنا كمان مش بس نستهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إحنا كمان بنحاول ندمج معانا أو نتقاطع مع المحاور التنمية المستدامة. كمان المنسقين او الموظفين اللي بيتعاملوا مع الطالبات المعرضين للصدمات او العنف، سواء كان عنف اسري او داخل البيئه التعليميه، علمناهم ازاي يسمعوهم، ازاي يتعاملوا معاهم، وبعدين بيحولوهم للجنه المختصه بالتعامل مع الشاكيات اللي بيبقى يرقصها مباشره رئيس الجامعه. مررنا الشؤون القانونيه، ازاي يتعاملوا مع الحالات، وازاي كان طبعا كان من احد التحديات ان هذه القضايا قناه التنمر او التحرش او التمييز كانت دايما بيبقى موجود فيها لزاما شهود، فهذا التعامل حتى في قضايا على مستوى النيابه العامه بقى الاخذ بالقرائن والدلائل احد المثبتات او ادوات الثبوت في القضايا دي. القيادة والحوكمة، زي نبني البنت اللي تبقى قائدة في بيتها أو تقود الأسرة جنب مع زوجها، إزاي تتغلب على المشكلات الأسرية، إزاي تقود لو في مشروع، إزاي تكون رائدة في مكانها سواء كانت موظفة أو عضو هيئة تدريس أو طالبة. من ضمن الاستراتيجيات كمان اللي احنا بنتبناها هي نشر الوعي بدور المرأة، وجنبا إلى جنب أول الطلاب بنستخدم برسائل فيها جزء نفسي للطالب والطالبة. احنا بنزود وعي الرجل أو الشاب إن دور المرأة دور مهم جنبا إلى جنب لك في بناء المجتمع بدون حاجة رسائل مباشرة، باستخدام الفن، استخدام العروض المسرحية كانت من ضمن الأدوات بتاعتنا. كمان وجود شخصيات عامة inspiring أو ملهمة للمرأة وملهمة للشاب إن هو يدعم المرأة عشان تكون جنبا إلى جنب عنصر نجاح في المجتمع الأسري أو المجتمع بوجه عام. شاركنا فيه المجلس القومي للمرأة، دايما بنحرص لوجود واعظ ديني سواء كان واعظ من الكنيسة أو واعظ من الأوقاف، وهنا كان الدكتور حسن خليل من مجمع البحوث الإسلامية. دايما مجمع البحوث الإسلامية بيشاركنا في كثير من الندوات، لأن الخطاب الديني السليم اللي بيحث على تعاون المرأة والرجل في بناء مجتمعهم سواء كان تعليمي أو مجتمع العام الأسري أو المجتمع المصري بشكل عام، كان الوعظ الديني أو الرسالة الدينية بتبقى عنصر مهم جدا في الإقناع. عملنا مبادرات كتيرة، ودايما كنا بندمج معانا اخواتنا ولادنا ذوي الإعاقة. المجلس القومي للمرأة ده خرجنا للجامعات الخاصة، وخاصة لما كان بينتشر بعض القضايا الفجة أو العنيفة الموجهة للعنف ضد المرأة، زي بعض الجامعات في جامعة الدلتا الحاسة الشهيرة، ورحنا عملنا بيها وعي. خرجنا للنوادي عشان نوعي بنفس الدور الأكاديمي اللي احنا بنعمله داخل الحرم الجامعي، خرجنا بيه للنوادي، ورحنا للمجتمعات في المبابة اللي هي الأماكن الأمنة. وفي فترة جائحة كورونا كمان استخدمنا نشر الوعي عن طريق التواصل الاجتماعي والالكتروني. طبعا اول مؤتمر انا استاذه الدكتوره هند الله يخليك يعني فاضل دقيقه انا بس عايزه اقول ان احنا اول مؤتمر اكاديمي يناقش قضايا المراه على مستوى وحدات مناهضه العنف كان في جامعه عين شمس، ويمكن فضيله المفتي الاستاذ الدكتور نزير عياد كان شرفنا بوجوده كرئيس شرفي للمؤتمر في عام 23، ودايما مجمع البحوث الاسلاميه والاوقاف والازهر بيدعمنا كثيرا. انا مش هطول، ولكن عايزه اقول ان النتائج في الجامعات المصرية وجود مثل هذا الكيان بيدعم جدا المجتمع المصري. احنا عندنا دربنا حوالي 250 ألف طالبة عضوية تدريس وإدارية على محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ازاي تدافع عن نفسها. عملنا برامج دعم نفسي،
عشان نؤهلها نفسيا ما بعد الصدمة، تعرضت لطلاق، تعرضت لتحرش، تعرضت لتميز، تعرضت لاضطهاد، عنف نفسي. عملنا نشر وعي بالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة، الأزهر، الجامعات المناظرة، القضاء، الداخلية، وزارات الثقافة والتضامن طبعا، وكان داعم والشريك الأساسي كان المجلس القومي للمرأة. آخر كلمة، استراتيجية التميز الإيجابي، إن إحنا بنعملها شوية تمييز من خلال القوافل الطبية الموجهة ليها، التعرف بالأمراض المنتشرة وإزاي تقدر تحافظ على نفسها، الأورام الأكثر شيوعاً، المعارض، الملابس، نعملها دعم نفسي هي وأولادها اللي تعرضوا للعنف نتيجة للمشكلة الأسرية اللي هي مرت بيها. النتائج والمخرجات موجودة عند حضراتكم في ورقة العمل. فأنا بشكر عشان ما اطلش عليك، وبشكر سيادة العميد لإدارتك الجلسة، بشكر إن أنا كنت موجودة وسط هذه القامات، وفضلت الشيخ خالد الجندي، وبشكر حضراتكم، ويا رب دايما تدعمونا. وزارة الأثقاف والأوقاف بشكركم على هذا المؤتمر الناجح، الحمد لله، ألف شكر. خالص الشكر لسيادة الأستاذة الدكتورة هند محمد عبد الرحمن هلال، الأستاذ وكلية الطب جامعة عين شمس. ولا شك أنها البحث أوضح الجهد المشكور لوزارة التعليم العالي في هذه الوحدة التي تباشر مهام جليلة لنشر في الجامعات، وهي يعني فترة طيبة من الشباب والشابات، وواضح جدا يعني ما شاء الله نتائج مبهرة. الآن بعض المداخلات حرصا على الوقت، يعني كل زميل دقيقة واحدة. الدكتور فايد محمد سعيد رئيس اللجنة الشرعية في المجلس التنسيقي لتحالف الهيئات والمساجد والقيادات الإسلامية في أوروبا. دكتور فايد محمد سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر أولا لفخامة الرئيس السيسي على رعايتي لهذا المؤتمر المهم، والشكر موصول لأستاذنا معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الذي عم خيره أوروبا حتى من زمن طويل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. أعتبر هذه الجلسة من أهم الجلسات لأنها تعبر عن الجانب العملي لهذا المؤتمر، وهذه رسالة مهمة جدا للجانب النمطي المذكور عندنا بالذات نحن في الغرب. الناس ينظرون إلى أن المرأة المسلمة مظلومة لا يؤخذ برأيها. هذا المؤتمر أظن وفق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اختيار العنوان وكذلك في المحاور، لكن الجانب الأهم في نظري أن مصر لا تصدر فقط النظريات، إنما الجانب العملي والتجربة المصرية الرائدة. وأنا يعني من أصلي من إريتريا، ودرست على هذا المنهج الأزهري منذ صغري. فما يجب أن يكون هو نقل هذه التجربة العملية، نحن شهود في الحقيقة، ولكن يجب أن لا يحدث أنفسنا كالمرآة، يجب أن تنقل هذه التجارب والمهمة، هذه القفزات يعني فيما رأيت وفيما شاهدت، حتى لم تمكن به المرأة في أوروبا مثل هذا التمكين، وهذه حقيقة أقولها للتاريخ. فمن الأهمية بمكان نقل مثل هذه التجارب. وأيضا أرجو من وزارة الأوقاف إن أذن لي، من أهم الكتب الحقيقة التي استفدنا منها كتاب المرأة في الحضارة الإسلامية للشيخ علي جمعة حفظه الله. هذا كتاب مهم، لكن بالمراجعة لبعض الإحصائيات التي كانت موجودة في السابق، أن يترجم هذا الكتاب وأن يكون ضمن منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يبارك في مصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك. بارك الله فيك دكتور فايد، يعني حقيقة فعلا لن تتقدم أمة من الأمم إلا إذا يعني كانت الأم واعية، كما تفضل خالد يعني تكلم عن أمة وأم، النسبة بين لفظ الأم والأمة. فعلا الأم يعني إذا فهمت دورها في الحياة كان النشأ وكانت القوة الأمة إن شاء الله، ومصر الرائدة إن شاء الله في هذا. الدكتورة إلهام خلف الله يوسف، مدرس الحديث بجامعة الأزهر، بعيدة متطوعة أوقاف سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر الناجح بإذن الله تعالى. ثانيا أقدم خالص التهنئة والتبريكات
لتولي معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري لهذا المنصب الهام والفعال والذي هو حقيبة وزارية لها ثقلها في الدولة المصرية. تفضل تفضل. تشرفت بالعمل الدعوي كواعظة. تفضل. خالص التهاني والتبريكات معالي الوزير أستاذنا الفاضل وشيخنا الأجل. تفضل مباشر الله يخليك. تشرفت بالعمل الدعوي كواعظة متطوعة لوزارة الأوقاف في عام 2022، ولاحظت أن هذا كان فتحا عظيما على السادة أعضاء هيئة التدريس حيث تمت إتاحة الفرصة لهم لهذا العمل، وهذا شيء لم يكن قد طرح من قبل. أنا واحدة ضمن باحثات كثيرات، منهن من هي بدرجة مدرس ومنهن من هي بدرجة أستاذ مساعد، والجميع يعلم أنه لا يصل إلى تلك الدرجة إلا من قدم أبحاثا علمية مدققة ومحكمة ولها من الأهمية ما لها في بابها. أرجو في عهد معالي الوزير الجديد أن يلتفت إلى هذه الأبحاث لكي يستفيد منها الواعظات على وجه الخصوص ثم الجمهور على وجه العموم. يعني الاستفادة منها تكون بالآلية التي يختارها فضيلة معالي الوزير على هيئة أبحاث تنشر، على هيئة مطويات، على هيئة مستلات، أيا كان، المهم أن يستفاد من تلك الأبحاث العلمية، وخاصة أنها نافعة في أبوابها المتخصصة منها، منها ما هو في مجال الطب ومنها ما هو في مجال الحديث. والحمد لله والفضل لله، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بي الخير، حيث كان موضوع رسالة الدكتوراه الخاص بي خطاب السنة للنساء بالموعظة، دراسة موضوعية، ولم أكن قد يعني التحقت بعد بالعمل الدعوي، فناسب السياق الذي أنا فيه أن يكون رسالتي بهذا العنوان. الملحوظة الثانية والتي لها فضلا يعني التي لها من الأهمية ما ذكرته مما سبق من السطور، لاحظت منذ الأمس الاستشهاد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو النساء شقائق الرجال من البعض. ولاحظ معي الجميع هذا الأمر، الاستشهاد بحديث النساء شقائق الرجال. هذا الحديث يا سادة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له مناسبته الخاصة. قال الحافظ المناوي: معنى شقائق الرجال نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع والأحكام، كأنهن شققن منهم. ولأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وشقيق الرجل هو أخوه لأبيه ولأمه، فمع تقديرنا للجميع في محاولة استجلاب أكبر قدر من النصوص للاستشهاد أو للفت النظر إلى أن المرأة تستطيع أن تتحمل الأعباء التي يتحملها الرجل، لكن علم فقه الحديث علم برأسه، له رجاله وله يعني باحثيه، ولا ينبغي محاولة يعني لا ينبغي أن يحاول غير المتخصص خوض غماره. نحن الأخوات، نحن المؤنسات الغاليات، الأمهات، البنات، لكن فضلا من الجميع لا تحملونا فوق طاقاتنا، مستظلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، لأنه له مناسبته الخاصة. دكتورة إلهام تفضل. شكر الله لك. طبعا يعني بنتنا والأستاذة دكتورة إلهام تخصص حديث، فيعني هي طبعا بتستدل بما ذكره بعض علماء الحديث في شرح الحديث، انما طبعا ليس شرحه كاملا، يعني ليس مكان الان يا مولانا الشيخ خالد الضيف. المداخله الاخيره الاستاذ الدكتور حسن خليل، دقيقه واحده دكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله القائم من يشكر الله لا يشكر الناس،
والقائل: من أزدى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له فإن في ذلك مكافأتي. ونحن لا نستطيع إلا أن نتقدم بخالص الشكر والدعاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، والشكر موصول لفضيلة الإمام الفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي رأس هذا المؤتمر وحرص أيامه حرص على أن يخرج المؤتمر بالصورة المشرفة التي تليق بمصر وشعبها. الحقيقة قدمت انتباهي من خلال ما ألقي على أسماعنا من أبحاث خلال جلسات المؤتمر أن هناك نقطة هي مضيئة ولكنها خفية عنا، وهي أن كتب التراجم والسير للعلماء وكبار المحدثين قد ذكرت أن من بين الشيوخ الذين تلقوا على أيديهم العلم سيدات فضليات محدثات، وهذا أمر مجيء يجب أن نظهره لأنه يبرز ما في الحضارة الإسلامية من جوانب مجيئة نحن غافلون عنها. فأرجو وأتمنى من الله عز وجل أن يكون من بين مستخرجات هذا المؤتمر كتيب يعرف بهؤلاء السيدات وأن يقدمهم لنا كنماذج مجيئة ليبنى عليها كيفية بناء المرأة للوعي. وشكرا لحضرتكم. شكرا شكرا، ونشكر معالي الوزير وحضوره والسادة الحضور، نشكركم على هذا الحضور وشكر منصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أذن لي مولانا الجليل، إذا أذن لي صاحب الفضيلة أستأذنك في تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتوجه بخالص الشكر والاحترام والتقدير للمنصة الموقرة بكل أعضائها من السادة العلماء والخبراء الكرام على قلوبنا، فأرفع شكرا لا منتهى له لأصحاب الفضيلة ولأصحاب السعادة، وأخص فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة سابقا ومدير الجلسة ورئيسها بخالص الشكر والاحترام والتقدير، كما أتوجه بشكر جزيل إلى صاحب الفضل والفضيلة فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمنتهى الشكر والإجلال والاحترام، كما أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة بقصور الثقافة، كما أتوجه بمنتهى الشكر والاحترام والتقدير إلى الأستاذ الدكتور نجلاء العدلي رئيس الإدارة المركزية في المجلس القومي للمرأة، كما أتوجه بمنتهى الشكر والاحترام والإجلال إلى الأستاذ الدكتورة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة في وزارة التضامن الاجتماعي، كما أتوجه بشكر جزيل وعرفان تام إلى الأستاذ الدكتور هند الهلالي الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس. لحضراتكم مني خالص الشكر والاحترام والتقدير على تلبيتكم للدعوة الكريمة وعلى مشاركاتكم القيمة التي أثمنها وأكبرها وأحترمها في هذه الجلسة الشديدة الأهمية والتي عنوانها التجربة المصرية في تمكين المرأة، فلحضراتكم مني منتهى الشكر والاحترام والتقدير. القضية الثانية التي أريد الإشارة إليها أنني أشكر ضيوف مصر الكرام من كل السادة أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب السماحة المفتين ممن شرفونا وقبلوا دعوتنا وسعدنا بهم في رحاب أرض الكنانة مصر، وتقع عيني هنا على رموز كرام على رأسهم أخي الكريم معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة البطحاني وزير الأوقاف في جمهورية السودان الشقيقة، فله مني منتهى الاحترام والتحية والتقدير. ثم أخي الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله برق الأمين العام للمجلس الإسلامي في جوبا في جنوب السودان، والذي سعدت بأن جمعتني به رحلة إلى الصين كنا فيها سويا، عشنا فيها أياما طيبة امتدت بيننا فيها وشائج الأخوة التامة، فمرحبا وأهلا بك شقيقا وأخا عزيزا في بلدك الثاني مصر. كما أرحب بفضيلة الشيخ فايد الذي سعدت بمعرفته في لندن قبل نحو 15 سنة، وكلما ترددت على لندن أرى له الأثر الحميد والرشيد والمنير في حمل أمانة العلم وفي النجاح في توصيل أنوار العلم إلى المجتمع الإنجليزي في لندن
وهو هناك يحظى بتقدير كبير ويؤدي أداء ناجحا ومشرفا أشيد به منتهى الإشادة. وفضيلة شيخ فايد وإن كان مقيما في بريطانيا غالب عمره، إلا أن منشأه الكريم في أريتريا التي تجمعنا بها كمصريين وكأزهريين علاقة جليلة، حيث جاء إلى أرض الكنانة مصر من أريتريا الأستاذ الإمام العلامة الجليل الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المنفراوي، وأقام في مصر 15 سنة يطلب العلم في رحاب الأزهر الشريف، وعاش هنا أياماً حفرت في قلبه لدرجة أنه لما أن أتم مدة إقامته في مصر ونال العالمية وأراد أن يرجع إلى بلده أريتريا، استقل الباخرة من ميناء السويس، فلما أن انطلقت صافرة الباخرة وبدأت تبحر وتقلع بكى بكاء شديدا وهو ينشد قول الشاعر: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ولما أن رجع إلى بلده الشقيق أريتريا صار لا يلقي خطبة، طبعا تقلد المناصب الرفيعة حتى كان مفتي جمهورية أريتريا، وكان كما حدثني تلامذته الذين أدركوه لا يذكر مصر أبدا في خطبة أو درس إلا وهو يسميها مصر الحبيبة. يقول لي طلابه: نشأنا ووعينا الدنيا سنوات طوال ونحن نظن أن مصر اسمها مصر الحبيبة، لأن الشيخ لا يذكرها أبدا إلا بهذا اللفظ. ولما أن وقع العدوان الثلاثي على أرض الكنانة مصر أرسل سماحة المفتي الشيخ إبراهيم بن عمر المنفراوي عليه رحمة الله، أرسل رسالة عاجلة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول له فيها: أطلب أن أكون متطوعا في جيش مصر لأدافع عن البلد الذي علمني. نحن نعتز بأشقائنا الكرام جميعا في أريتريا وفي السودان وفي جنوب السودان وفي مختلف الدول التي تشرفنا باستقبال ممثليها من ضيوفنا الكرام الذين نعتز بهم إلى منتهى درجات الاعتزاز والافتخار بهم. ثم لعل عيني لم تقع على عدد كبير من الضيوف، فمرحبا وأهلا بالجميع. حضراتكم نزلتم في سويداء قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم الكريمة أرض الكنانة، فمرحبا وأهلا وسهلا بكل ضيوفنا الكرام الحضور. الأمر الثالث الذي أريد الإشارة إليه أنني أشيد إشادة تامة بجهود زملائي الكرام في وزارة الأوقاف وعلى رأسهم الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد عزت، وفضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وفضيلة الدكتور نوح العسوي، وفضيلة الدكتور أسامة الجندي، وفضيلة الدكتور هشام عبد العزيز الرئيس السابق للقطاع الديني ورئيس التواصل السياسي في وزارة الأوقاف حاليا، وكل أبناء وزارة الأوقاف الكرام الذين على أكتافهم وبمجهودهم تشيد هذا العمل وانطلق هذا المؤتمر. وما رأيناه فيه من نجاح فإنما مرده بعد توفيق المولى جل جلاله إلى الجهد الشاق المبذول منهم، وطبعا معهم الدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير وكل أبناء وزارة الأوقاف الكرام. يشرفني على الملأ وعلى مسمع من الدنيا أن أوجه لكم الشكر الجزيل على كل المجهود المبذول منكم، وأدعمكم دعما لا حدود له لتكرار هذا النجاح في كل الأعمال التي نقوم بها إن شاء الله معا بإذن الله. لا يفوتني والمقام مقام وفاء وعرفان أن أوجه شكرا خاصا إلى أخي الكريم معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق الذي تحمل الأمانة وخدم دينه ووطنه وبذل جهدا صادقا في خدمة بلده ودينه، ونحن نبني ونكمل إن شاء الله تعالى على ما شيده وعلى ما قام به. وهذا المؤتمر انطلق في بدايته في فترته هو وفي وجوده، وبواكير المؤتمر هو الذي شيدها ونحن أكملنا على ما بناه، فله مني منتهى الإجلال والشكر والاحترام والتقدير. الابنة الكريمة الدكتورة إلهام أعرفها منذ سنوات وأعرف أسرتها الكريمة، وأرى فيها نموذجا مشرفا لباحثة علمية أزهرية جادة
نالت درجة الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر باقتدار وفيها النبوغ والموهبة، وأشيد بمشاركتها الكريمة، وأرجو أن تبلغ سلامي إلى كل زميلاتها في كلية الدراسات الإسلامية في فرع جامعة الأزهر في سوهاج. وأنا أشيد بكل بناتنا الكريمات وأخواتنا الكريمات من العالمات الجليلات في جامعة الأزهر في مختلف كلياته، وكذلك أشيد بالمداخلة القيمة التي أدلت بها ابنتنا الكريمة الدكتورة إلهام، وألمح أنها تشير إلى فهم ربما كان فيه شيء من التعسف في فهم الحديث الشريف النساء شقائق الرجال، ومن فهم الحديث على أن فيه حملا أو مشقة على النساء فذلك غالط على الحديث الشريف، مجترئ على حما يصدر هواه بين يدي الحديث الشريف، وهذا ما لا يليق. النساء شقائق الرجال حلية نبوية محمدية حلى بها الجناب النبوي المعظم جيد المرأة السيدة، وفهمها الصحيح هو أن يقدم الرجل للمرأة منتهى الإجلال والإكرام الذي يقدمه لكافة أشقائه. الكلمة الحلية النبوية كلها نور، من تعسف في فهمها نشد على نأخذ على يده ونردعه عن التجرؤ على حما كلام النبوة المعظم، ولا نسوغ لأحد ولا نقر أحدا، بل ونردع أي إنسان يتطاول على حما المرأة الكريمة بسوء فهم منه. أيضا لا يفوتني بعد كل هذا أن أشيد بالواعظات الكريمات بنات وزارة الأوقاف، والذين نعقد هذا المؤتمر ليكون هدية منا لهن للشكر الجزيل على دورهن في خدمة الدعوة وفي خدمة العلم. فلكل واعظات مصر من بنات وزارة الأوقاف، ذكرت بالأمس في افتتاح المؤتمر واليوم أكرر أنني أقدم لهن منتهى الإكرام، وأدعم جهودهن الصادقة في خدمة العلم والدعوة، وأقدم جهودنا في هذا المؤتمر هدية لهن ليكون دافعا وحافزا لبذل مزيد من الجهد الصادق في خدمة العلم والدعوة. فلهن مني منتهى الاحترام والإكرام والدعم اللامحدود لنجاح جهودهن في توصيل رسالة الإسلام السمحة. في ختام مداخلتي التي طالت وأعتذر، أتوجه إلى كل سيدات مصر، إلى كل فتيات مصر وسيداتها الكريمات، وإلى كل امرأة عربية مسلمة، وإلى السيدات الكريمات في كل الدنيا، إلى المرأة الكريمة التي ذكرت بالأمس أنها هي الأم، وإن كانت ابنة أو زوجة أو أختا، التي تحتوي الرجل وتدعمه وتدفعه. ولا أزال أقف بمنتهى الإجلال ويهتز قلبي ويرتجف لمشهد رجوعه صلى الله عليه وسلم، يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني، فتقف سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها كالجبل الأشم وهي تقول كلا والله. أيها السادة الكرام، قسم تقسمه سيدة كريمة أمنا الكريمة سيدة خديجة رضي الله عنها، قسم يمتلئ بهمة تتزحزح لها الجبال، تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ثم لا تكتفي فتقول انطلق معي إلى ورقة ابن نوفل. ما هذه الهمة التي وقفت موقفا في مع الجناب النبوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، إلا أنه في وقت جعله، ولذلك يقول كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها. سادتنا الكرام الحضور، من عجائب السيدة خديجة أنها تقول أنها تذكر حيثيات وأسباب، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا تذكر أسباب حيثيات؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. فهمت من هذا الكلام الشريف أن من تخلق بهذه الأوصاف، صلة الرحم ويكسب المعدوم ويقري الضيف،
أنه يحصل له أمان من الخزي أبدا إلى يوم القيامة. هذه كلمة من نوادر الحكمة من السيدة خديجة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ لخمس أسباب. كل من اتصف بالأسباب الخمسة إلى يوم القيامة في ضمان وفي أمان من الخزي، لا يخزيه الله أبدا. كالحكمة المشهورة والأثر المعروف: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهذه هدية باقية إلى يوم القيامة لكل رجل أهدته إياها سيدة من كمل السيدات وسيدة من سيدات بيت النبوة، وهي الكبرى في سيدات بيت النبوة. فتحية إجلال واحترام إلى كل امرأة مصرية كريمة. نتمنى لسيدات مصر النجاح والتألق والتفوق، ونتمنى لهن المزيد من النبوغ والأداء المشرف في مختلف المناصب والأوصاف والصفات والوظائف التي تقلدناها وقمنا بها خير قيام. أعتذر مرة أخرى عن الإطالة. أكرر الشكر للجلسة الموقرة ولأصحاب الفضيلة. فضيلة الدكتور سيف قزامل، لك مني خالص التحية والتقدير. فضيلة الشيخ خالد، لك خالص التحية والاحترام. الخبيرات الكريمات العزيزات على قلوبنا، لكن جميعا مني منتهى الاحترام والشكر. شكرا جزيلا، وأتمنى لبقية أعمال المؤتمر كل التوفيق.